أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع سورة العصر نلتقي إن شاء الله ويمضي بنا الحديث قدما لنصل إلى نهاية السورة بإذن الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثلاث آيات. الآية الأولى قسم لتوكيد القضية، الآية الثانية تشخيص الداء، إن الإنسان لفي خسر. الآية الثالثة وصف للدواء في أربعة أدوية هي الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. الإيمان يمثل الأساس وهو العقيدة، والعمل الصالح هو البناء، والعمل الصالح متنوع، لذلك وقفنا وقفات لا بأس بها لبيان معنى العمل الصالح. التواصي بالحق والتواصي بالصبر جزء من العمل الصالح، يعني ليس بعيدا عنه ولا غريبا عنه، إنما هو عمل صالح، لكنه ذكر مستقلا. هذا في اللغة العربية يسمى ذكر الخاص بعد العام لمزيد اهتمام بذلك الخاص، أن المسلم لا ينبغي أن يصلح نفسه فحسب، بل يدعو غيره، وإذا دعا غيره فبالحق، وإذا دعا إلى الحق سيجد أذى ويجد عنة ممن لا يريد هذا الحق، فيحتاج إلى الصبر. جرب أنت إذا صليت مثلا، لا أحد يكلمك في الصلاة، وهذا صلاح في نفسك، حتى الأنظمة الكافرة تتيح للناس الصلاة، ما رأينا واحدا أوذي من أجل صلاته، لكن هذا المصلي هو يأمر بالمعروف وهو ينهى عن المنكر وهو يقول الحق، يؤذى في سبيل الحق. كأن يقال دعا على البتوع
ده بيتكلم في شمولية الإسلام، ده بيقول إنه شرع ربنا لازم يحكم، الله يكرمك يا شيخ احذفها من الخطبة، الله يكرمك نزلت على الصفحة، طب احذفها بس يعني خلي الدنيا تمشي. لا ما هو مش معقول انت يعني عشان زرتنا يعني تقفل لنا الجمعية قبل ما تمشي يعني. طب ليه؟ مش انا في دار العبادة بتاعتي؟ حتى مسموح لكل اصحاب الديانات كل واحد في المكان بتاعه يعبد. يعبد. إنما يأمر معروف وينهى عن منكر؟ لا لا، الموضوع مختلف. في هنا بتكون خطبة قصيرة وحاجة كده محفوظة ومكتوبة وجاية مختومة من عند الداخلية مثلا. لذلك طول عمرهم أعداء الإسلام كانوا حريصين على إلغاء الخطبة هذه، انها عملت صحوات اسلامية كبيرة. هات حاكم يقول خطبة وهات عالم يقول خطبة وشوف رد الفعل عند بين الاثنين. لا، الصدى ورد الفعل من العالم الذي قال خطبة اتقى الله فيها ونصح وامر بالمعروف ونهى عن المنكر كفره. لما رأوا تأثير الجمعة على المسلمين حرصوا عليها، حرصوا على يعني إلغائها كما حرصوا على تنحية القرآن، كما حرصوا على إخراج المرأة، مخططات طويلة المدى. وزي ما كان عندهم خطة فرق تسد وإحنا اللي بننفذها، وصلنا لمرحلة احنا كمان برضو اللي بننفذ انه الجمعة دي تبقى حاجة يعني حاجة والسلام. وبقت ده مكسب كبير ليهم. فقول ربنا عز وجل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بينهما تلازم. أنت لا تجد بعد العبادة مثلا هذا الأمر بالصبر، لكن تجده بعد الدعوة في كتاب الله عز وجل على لسان لقمان عليه السلام: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. أهو ما قالهوش أقم الصلاة واصبر، قال له لا أقم الصلاة. ولما قال له أمر بالمعروف وانهى عن المنكر قال له واصبر على ما أصابك. هي دي، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دي حتى على أضيق نطاق مع زوجتك وأولادك: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأمر هي دي الأمر بالمعروف، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. دي المفروض من ولي الأمر اللي في البيت الزوج لزوجته وأولاده، لما يتنحى عن المسؤولية تبقى من الزوجة في البيت مع الزوج والأولاد. العجيب في المسألة إنه بعد ما قال الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة قال واصطبر عليها. الطاء دي زيادة في الكلمة،
زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى. عملت ايه الطاء دي؟ بتقول لك اطلب، اطلب صبر جديد. يا رب نفد صبري يا رب، لا اطلب. يا رب للصبر حدود، اطلب. واصطبر طاء الطلب. شوف ازاي؟ واصطبر عليها. هنا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحق مر وفي الحديث قل الحق وإن كان مرا. النهاردة في ظل المفاهيم يعني موجودة، مرتبطة حرية شخصية، مرتبطة مثلا انك انت يعني مش عاوز تزعل حد، عاوز تتكلم مع الناس بالاتيكيت، ما بتقدرش تقول للناس كل ما تشوف مخالفة تقول له تعالى لو سمحت ده في كذا وكذا وكذا. ليه؟ عشان ما يزعلش منك. ده مش صح. هذا ليس صحيح. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وهنا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحق مر، خذ معك ما يعينك عليه وهو الصبر، لأن الصبر أمر منه، لقول القائل سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، وأصبر حتى يأذن الله في أمري، وأصبر حتى يعلم الصبر أني صابر على أمر من الصبر. في حاجة كده اسمها الصبر عند العطارين، قد إيه هي مرة بس بياخدوها للعلاج. أنت بتاخد العلاج المر لما هو أمر منه. أيضا يلفت نظرك في الآية وتواصوا، صيغة مشاركة غير وأوصوا. اللي أنا بعمله الآن وأوصوا، الشيخ قاعد بيوصينا، دي اسمها ايه؟ اوصى. لكن تواصل صيغة مشاركة، انا اوصيك وانت توصيني، فنتواصى على الحق ونتواصى على الصبر. ولذلك كانت سورة العصر لانها فيها هذه المشاركة يذكر السلف بها أنفسهم في نهاية مجلس، دعاء ختام المجلس سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، ثم يقرؤون سورة العصر للمشاركة في النصيحة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مشاركة، أوصيك وتوصين. هذه المشاركة هي النصيحة، تكون على مستوى كل أطراف وأفراد الأمة، كقوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. تخيل ثلاث مرات ويلخص الدين في كلمة،
النصيحة، هذه النصيحة هي وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أئمة المسلمين يعني أنا أجي للشيخ اللي بيعلمنا وأقول له يا شيخ، نعم، العباية بتاعتك طويلة لو سمحت، ما أسفل الكعبين ففي النار، لا ينظر الله إلى صلاة رجل مسلم. إزرة المؤمن إلى نصف ساقين ومرخص له إلى الكعبين. حضرتك بتصلي بينا، جلابيتك طويلة، عبايتك طويلة، وده يعني هيجعل الصلاة مشكوك فيها يعني. لا ينظر الله إلى صلاة رجل مسلم. عم سيبك من الكلام ده بتاع السلفية ده، ما السلفية بكلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ إيه اللي خلاها دخلت في التشكيلات؟ على طول خليتها سلفية؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أبواب في رياض الصالحين اسمها آداب اللباس، كتاب آداب اللباس، تجد تحته أبوابا ومنه هذا الباب، النهي عن طول الثياب. وهو إيمان، إحنا عندنا المصيبة دي موجودة عندنا مثلا كأزهريين، لما نلبس الزي الازهري بتاعنا الترزي نفسه ما يرضاش يعمل لك حاجه قصيره، شايف انه العمليه تظبط معاك لما تلاقي الجبه بتاعتك نازله لغايه الارض مغطيه على الشراب وعلى الحذاء والذي منه. عم ده خلاف هدي النبي عليه الصلاه والسلام. وبعدين تنحصر المسألة في اللي بيقصروا الثياب اللي هم اللي يعرفوا بالسلفية. هي دي مسألة لكل المسلمين. تعال شوف عندنا الصعايدة بكر الجلابيت، الواحد تكر وراه، وبعدين الخليجيين كمان. بقت عامة البلوى. فهو ده مثلا الإمام وعمل الحكاية دي وأنت بتشوفها ملحوظة. فبتقول له أئمة المسلمين وعامتهم، والإمام عنده ناس بتصلي وراه، فيهم الشباب وفيهم اللي بيقلد الكفرة، بيقلد الكفرة في الشعر، القصات العجيبة اللي طلع الأيام دي ومنها القزع. أنا أزعم إنه أعداء الإسلام يعني قاريين أكثر مننا في الإسلام، ما شفت السنة عملها النبي عليه الصلاة والسلام إلا وخالفوها، وروحوا منزلينها على أنها دي موضة السنة دي، الموضة إنه كله ياخد الحتة دي جلط كده، يحلق من رأسه دور داير كده من تحت ويسيب الباقي ويعمل الباقي ده كده أشكال مختلفة، تبقى دي حلقة صيني ودي حلقة انجليزي وكلام. لكن المهم القزع اللي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في السنة، حديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن القزع، أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه. ولا نعمل إيه؟ السنة يا رسول الله احلقوا كله أو ذروا كله، احلقوا كله أو ذروا كله. لا، دلوقتي حتى احنا عيالنا على ما يقال عيال المشايخ عاملين شعرهم قزع، فالشيخ يشوف كده فينبه في درس زي ده، ينبه في خطبة، يمسك الأخ كده، الحلقة دي مش بتاعتنا،
النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها. يبقى كله كده تواصي، أنا أوصيك وأنت توصيني. ليه؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فأنت بترى هذا المنكر، شوفوا في الناس اللي بتصلي معك في المسجد، أنت كأب تراه في البيت مع أولادك، يعني تتعدد الصور. يبقى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصدق، غير وأوصوا بالحق وأوصوا بالصدق. التواصي أصبح صيغة مشاركة مع بعضنا، أوصيك وتوصيني. لماذا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر؟ عشان لو أنا هصلح نفسي فقط هبقى أناني. هذا من باب الأثرة المنهي عنها. فصلاح المجتمع، صلاح الأسرة، لابد فيه من التواصي بالحق والتواصي بالصبر. لا خلي كل واحد قال أنا إيه، يكفيني أن أكون صالحا في نفسي ولا علي بالآخرين، هتجد يعني الخراب أول ما يظهر يكون عندك في بيتك. واحد يحافظ على صلاة الفجر في المسجد، وهؤلاء خيرة الناس، ملوش دعوة بأولاده، ملوش دعوة بزوجته. لا الزوجة صحية تصلي الفجر ولا الأولاد صحي يصلوا الفجر. سيبهم بقى، ما هم شباب والأيام دي وبتاعهم، بعدين الحكاية والرواية. كمان يجعل النار تشب في بيته. واحدة بتسأل الشيخ، أولادي ما بيصحوش يصلوا الفجر، طيب ما بقدرش اصحيهم. طب ولو في مدرسه لا بصحيهم. طب المدرسه ولا صلاه الفجر؟ راح لها بطريقه ثانيه، لا قام حريق في البيت، هتصحيهم ولا هتسيبيهم؟ طبعا هصحيهم بكل ما اوتيت من قوة. لا، طب نار الدنيا ولا نار الآخرة؟ نار الدنيا ولا نار الآخرة؟ فلابد من قصة التواصي بالحق والتواصي بالصبر، وتبدأها من البيت، وهو قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، كما قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وأهليكم، مش في آية مولانا بتقول عليكم أنفسكم؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أيوة، آية محكمة في سورة المائدة. أنت مش واخد بالك من الآية؟ بدأت يا أيها الذين آمنوا، والإيمان ده له معالم، ومن معالمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإيمان له شعب، ومن شعبه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والإيمان
الإيمان لما يكون مرادف للإسلام. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الإسلام ثمانية أسهم، الإسلام سهم ويراد به التوحيد أو العقيدة، والصلاة سهم، والزكاة سهم، والصوم سهم، والحج سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والجهاد في سبيل الله سهم، وقد خاب من لا سهم له. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يعني عليكم بصلاح أنفسكم. كيف تصلح نفسك؟ بمنهج الإسلام. في منهج الإسلام أمر بمعروف ونهي عن منكر. أنت ليه تفصل قصة عليكم أنفسكم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ عليكم أنفسكم، عليكم بصلاح أنفسكم وصلاح أنفسنا بمنهج الإسلام والذي منه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولماذا قصرت أنفسكم على نفسك التي بين جنبيك؟ وهي زوجتك أليست من نفسك؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه. كلمة قوا أنفسكم تشمل الزوجة وتشمل الأولاد، لأنهم فلذة كبدك وثمرة فؤادك. واللي مش فاهم قوة عليكم أنفسكم بهذا المعنى أو بهذا التفصيل، يوم ربنا سبحانه وتعالى فصلها في آية التحريم: قوا أنفسكم وأهليكم نار. دي مش زوجتك وأولادك فقط من أنفسكم، إخوانك المسلمون، المجتمع المسلم كله كنفس واحدة. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، يعني إخوانكم. وقال تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، يعني إخوانكم. إن كانت الآية الأولى ولا تقتلوا أنفسكم وتفسرها إخوانكم تقول لما ممكن واحد يقتل واحد آخر، لكن ولا تلمزوا أنفسكم، شفت واحد يلمز نفسه؟ نعرفش. اللمز ده معنى في غمز وهمز. فأنت مش ممكن تلمز نفسك، أمال تعني الآية إيه؟ ولا تلمزوا إخوانكم. فالمجتمع كله كنفس واحدة، فلما ربنا يقول عليكم أنفسكم خذها بالمعنى الذي أراده الله. وبعدين لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. متى؟ بعد ما تعمل اللي عليك، أمرت بمعروف ونهيت عن منكر ووعظت وأطلت نفسك في الوعظ، وبعدين لا مش عاوزين يبقى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فهي جايالك بعد ما ينفد منك الصبر، نفد صبرك، يبقى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. عليكم أنفسكم لما فسرها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه صعد المنبر وخطب يوما فقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية فتضعونها في غير موضعها. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. والله لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأطرن الظالم على الحق أطرا. أو ليبعثن الله عز وجل عليكم عذابا من عنده فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم. والعذاب نازل في كل حتة شوية. هو ربنا النبي عليه الصلاة والسلام دعا أن ربنا ما يهلكش الأمة دي بسنة عامة، فتلاقيه نازل كده حتة حتة
زلزال، بركان، فيضان، إعصار، وإعصار فيه نار، ده غير الغلاء والبلاء والوباء وظلم ولاة الأمر. ولتأطرن الظالم على الحق أطرا أو ليبعثن الله عز وجل عليكم عذابا من عنده فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم. وبرضه دي موجودة، ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا، وهو مرتبط بأسبابها، مرتبطة بأسبابها. فده تفسير النبي عليه الصلاة والسلام لها: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده. رواية أخرى: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. رواية أخرى وحديث آخر. وبعدين: إن أبيت إلا إن هو نفسي فقط، ما فيها زوجة، ما فيها أولاد، ما فيها صلاح مجتمع، يبقى كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك ودع عنك أمر العوام. إذا رأيتم شحا مطاعا، البخل الشديد وهوى متبعا، كل واحد ماشي على هواه، وده موجود الآن، يعني الشح المطاع والهوى المتبع والدنيا المؤثرة موجودة برضه، واضحة جدا إنه أهم حاجة الدنيا. طب تعارضت الدنيا مع الدين؟ لا، الدنيا ازاي يعني مثلا لو الشغل والفجر يتعارضوا مع بعض يبقى الشغل، الجمعة وما فيها رزق أو الرزق ما يكفيش أروح الجامع وأرجع يبقى الشغل، رايح على إنه الخطيب هيخطب 10 دقايق، خطب 20 دقيقة، 25، حان وقت الدخول بيقوم بيسيب الخطبة وبيسيب الصلاة وبيروح الشغل. هذه الدنيا المؤثرة أهي، وأنت كمان هتطول عليه وتضيع شغله يروح ياخد لفت نظر. رحت صليت جنازة في مسجد إسنا، ما شاء الله الجامع مليان أكثر من الجمعة، وفي يوم عمل. الناس دي إيه؟ قال لما بيقدروا يستأذنوا، يقول له قريبي، صديقي، صاحبي، جاري توفي، أروح أصلي عليه. لقيت الجامع ما شاء الله، يا سلام، هو بس على قد الجنازة؟ روح تاني يوم ما فيش جنازة ما تلاقيش، العدد المعتاد. طب يعني هنجيب لكم جنازات إن شاء الله عشان تحافظوا على الصلاة؟ لو حتى ما تخلوش الجمعة زي الجنازة؟ فالعاوز يستأذن، العاوز يصرف نفسه هيعمل. إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأي، أهو دي موجودة برضو الثانية، يعني زي النار في الهشيم، تيجي تنصح واحد هو مصمم على اللي في دماغه، خلاص أول ما أعرف منه كده أوقف الكلام، هو مصر على ما في رأسه، إعجاب كل ذي رأي برأي. هو اللي عمل فينا احنا كده إيه؟ اللي أوصلنا للوضع اللي احنا فيه ده إيه؟ عدم قبول النصيحة وإعجاب كل ذي رأي برأي. يا جماعة الموضوع ممكن يبقى كذا وكذا، ده ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام وشاورهم في الأمر. لا، هي دي اللي بيسموها في عالم السياسة الدكتاتورية،
اسمعوا كلامي، ما تسمعوش كلام حد غيري. هي دي، ما أريكم إلا ما أرى. طب وانت بترى يا أعمى؟ انت بترى يا أعمى؟ فإذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك أو بخويصة نفسك. نم الدور خلاص، انت وصلت لزمن ما فيهوش يعني ما تنفعش في دعوة ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، فعليك بخويصة نفسك. أنا جاي أصلي الفجر مثلا، يا جماعة في درس علم للشيخ عمر، محدش قاعد، اقعد قول الأذكار بتاعتك، أنت تتعب نفسك ليه؟ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لعلك باخ عن نفسك على آثارهم. ما قلتش درس علم، عندك أذكار تقولها. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. محدش قاعد خلاص. لكن انا مثلا بحس ان حياتي في الدعوة، بدور على طلبة علمي في المساجد اللي بروحها، في المجمعات السكنية اللي بسكنها، مفيش. فبلاقي بديل في التقنية العلمية، ألاقي التليفون أقدر أعمل عليه درس وألاقي متابعين 10 20، وصلوا 1000، وصلوا 20 ألف، رزق يسوقه الله، هذا من فضل الله. لذلك بدخل أي مكان عاوز أعمل درس وما لقيتش حد قاعد قدامي، بلاقي المتابعين يسلوني وأقول لهم أسلم عليهم وأديهم الدرس عشان ما يبقاش كلام في الهوى. أو ما دام الوسيلة دي لسه موجودة أقدر أشتغل في الدعوة. طيب اللي في الجامع مش موجودين، والمتابعين مش جايين، خلاص وعليك بخويصة نفسك. يبقى نفسر الآية بمثل هذا. قال له فعليك بخويصة نفسك ودع عنك أمر العوام. ده لما كنا نروح بلاد الفرنجة دي الغرب، كان في شيخ جاي يا جدعان، يبقى في شوية اهتمام كده، يهيئوا نفسهم، يسمعوا شوية محاضرات، يتعلموا شوية علم، يتربوا شوية تربية. الكلام ده كان مثلا في التسعينات، دلوقتي ما تلاقيش. تلاقيهم يوم السبت والحد أجازة، مفيش شغل، مش شرط الفسحة، مش شرط الشوبنج في وقت الصلاة ولا وقت الشغل ولا المحاضرة. ولذلك أنا لازلت أذكر لما كنت في النمسا وليهم 5 أيام بتوع الشغل، أنا قاعد في المركز الإسلامي وحدي، ممكن يجوني بعد الشغل يصلوا معايا المغرب والعشاء، نقعد ندردش شوية. كان اليوم طويل، كنا بنصوم حوالي 22 ساعة. وبعدين المهم بلاقيهم يوم السبت والحد يبقى فيه محاضرات ولقاءات وأنشطة شوية والدنيا مخسعة. إيه يا جدعان في إيه؟ يا والله ما هو يوم السبت بنطلع نجيب الشوبينج، الحاجة بتاعت البيت بتاعت الأسبوع بنجيبها يوم السبت. طب والحد؟ يعني من حق العيال بقى علينا يا مولانا، يعني بتفسحهم شويه، يطلعوا يشموا هوا، بالذات لما يكون في يوم فيه شمس كده وبتاع. كويس، يعني انتوا ان شاء الله السبت شوبينج، والحد بتفسحوا العيال، ومن الاثنين للجمعه شغل، وانا قاعد هنا ليه؟ كنت جاي اتفسح؟
أروح مطلقها ثلاثة لا رجعة فيها. يبقى في الحالة دي عليك الخويصة نفسك ودعان كأمر العوام. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هي قصة خاصية هذه الأمة. كل أمة من الأمم السابقة كان الأنبياء ما بيتركوهمش. يعني شوف بنو إسرائيل مثلا، حلوة بنو إسرائيل دي، مش هاخد عليها لفت نظر. بنو إسرائيل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كان الأنبياء يسوسون بني إسرائيل. شوف كلمة يسوسون زي حتة الساسة، لما يجي حاكم ورا حاكم ورا حاكم ساسة، يسوسون بني إسرائيل. فكان الأنبياء مثل الحكام كده. أنت شفت بلد تقعد من غير حاكم، حتى بيبقى في الفترة المؤقتة بيجيبوا واحد يمسك البتاع. فكان الأنبياء يسوسون بني إسرائيل. كلما مات نبي، أو في رواية هلك نبي، كلمة هلك مثل مات، مش معناها الثاني اللي عندنا من الهلكة، لا، هلك بمعنى مات. كما في الآية: ولما جاءكم أيوة اللي هو سيدنا يوسف: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك. أهو نبي أهو. حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. فكان الأنبياء يسوسون بني إسرائيل، كلما هلك نبي خلفه نبي. فما كانتش الحكاية عاوزة حد من الناس، النبي موجود. هذه الأمة هي خاتمة الأمم، ونبيها عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء، خاتم الأنبياء والمرسلين. أمة يعني ما شاء الله عد عليها 15 قرن أهو. طيب حيث لا نبي بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كيف يتم صلاح هذه الأمة؟ بالعلماء. إذ العلماء ورثة الأنبياء، وأصبح خاصية هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ليه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. خلي بالك عشان بيتكلم عن خاصية هذه الأمة، قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، والمعنى العام اللي موجود في كل الأمم أخره: وتؤمنون بالله. وإلا فالإيمان بالله هو الأصل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الفرع. فقدم الفرع على الأصل لأنه خاصية هذه الأمة، ولأنه لا سبيل إلى الإيمان بالله إلا عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. خاصية هذه الأمة. طب هذه الأمة خير أمة؟ نعم، طالما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. إذا فقدت خاصية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقدت خيريتها. ولذلك في حديث لأهل الشام: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. ليه يفسد أهل الشام؟ فقدوا خاصية الأمر المعروف والنهي عن المنكر. مع ظلم الحكام هناك ما فيش حاجة اسمها أمر معروف ونهي عن المنكر، أو الإسلام والشمولية والحاجات اللي هي وصلتهم عن طريق العلم. وبعدين لا، جاء واحد زي حافظ البتاع وراح بقى، يعني ده في هنا داعية في أمر بمعروف ونهي عن منكر. كان يقولوا عليه من الإخوان المسلمين:
يروح يدمر القرية على من فيها عشان فيها واحد من الإخوان المسلمين. واحد من الإخوان المسلمين ده يعني كان يأمر معروف وينهى عن منكر، كان عامل شعبة، كان بيوعظ الناس. ده في مصر حصل على ايوه، بس بدي لك مثل حي يعني انه ما فيش امر معروف ونهى عن منكر، وحتى كل اللي كانوا اخوان تصوفوا بقوا درويش خلاص، وكثر الفساد في البلد اهو. الم ترى الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا واحلوا قومهم ايه دار البوار. كانت جنة، كانت الشام جنة الله في أرضه، الآن بوار. مش هضرب لك مثل حاجات في أمريكا عشان بقول لك يعني دي فيها لفت نظر. فإذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. فالخيرية في الأمة مرتبطة بالأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ما فيش أمر معروف ونهي عن المنكر ما فيش خيرية. الله يرحمها خيرية ماتت. ولذلك أنا بفسر كنتم خير أمة، بفسرها تفسيري كنتم، ده فعل كينونة معناه للتوكيد. بس طالما الشروط موجودة فأنتم خير أمة. طب الشروط مش موجودة، اعرب كنتم فعل ماضي. تتعرب فعل ماضي. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لسه باقي فيها، باين احنا بكره ان شاء الله، فجر بكره ان شاء الله نكمل. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، المنهج الذي رسمه الله عز وجل لنبيه محمد عليه الصلاه والسلام. يقول هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا وحدي، لا انا ومن اتبعني. عمل له منهج ومشي عليه، والمفروض احنا نمشي عليه. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين، يغفر الله لي ولكم. نسأل الله ان يلطف بنا وان يكشف الغمة عنا، وان يلطف باخواننا في المغرب العربي وفي ليبيا، ويلطف بالمسلمين في مصر وفي اليمن والشام والعراق، بمسلم الصين ومسلم أركان ومسلم كشمير ومسلم الهند، وبالمسلمين جميعا وهم كالأيتام على موائد الآن في كل الدنيا. لطفا بعبادك يا لطيف، لطفا بعبادك يا لطيف، لطفا بعبادك يا لطيف. لا تحملنا من البلاء ما لا نطيق، ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، أنت حسبنا ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ظبط التوقيت يا بشمهندس؟ طيب الحمد لله. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، 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 جزاك الله